الانتصار. هناك مع صيت 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 حضرت وفاجات الجميع برمز هذا الشوط بالرمز المفتوح يغادر إلى أبناء الشحانية إلى هل التحدي الفوز إلى هل التحدي النوماس. هناك مع جابر فنسال بن جابر فنفران مع صيد 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 تهانينا والنوماس على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني أتابع الانطلاقة أتابع الحضور على المركز الثاني هجنا العاصفة مع غياث الهلالي هناك المركز الثالث والمركز الثالث نعم مع شعر صاحب سمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع كيف هو المركز الرابع والثالث نعم اللي على المركز الرابع نعم كانت شعر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان مع مزعله عوض بن مبارك المهيري انضم له والمركز الخامس كانت انطلاقتي هجن الطايلات مع التماس سالم بن مسلم بن كنزول العامري.